عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير المالية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتمويل الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وعدد من المسؤولين، وتابع رئيس الوزراء آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد والتعاون مع العديد من شركاء العمل بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر. كما استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانبا من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية.